بسيطة يعني. أيوة. أسوي إعلان. قال لي والله باك تنام في فريزر. والله العظيم. قال لي لا نحن جبنا حد ونام وضرب ترند. قلت وابي كيف أنام نوبة في فريزر؟ يعني أكون واضح أنا يعني أنا شوف بعض المعلنين ممكن يعرض مزيد من المال والمبالغ مقابل تطبيق لفكرة معينة. هو هم أنه يبيع. هو مثال وافد مع هم أنت تمسخر بنفسك شكلك كيف عادي. لا أقمع أنا همي أنك تجيب رقم أن الناس يشوفوا يشتريوا. يقول لي أوين نام في فريزر؟ قلت له كيف أنام في فريزر؟ قال لي لا وكذا. بعدين فهمت أن حد مسوي ذي الحركة شرح لي. وجميل اللائحة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.